أنا ما بعرف أوصف لوحة إلا أنه حلوة أو ما حلوة، حبيتها أو ما حبيتها. أنت حبيتيها؟ كتير كتير حلوة، و نفس الوقت كتير حزينة وكتير نبيلة. ما بعرف من وين طلعت هالكلمة. يمكن لأنه بتشبهك كتير، كتير حلوة، كتير حزينة، وعن جد نبيلة. بهالأيام ما بعرف ليش صاير كل ما عم شوف شي حلو إلا ما لاقي شي منك فيه. استاذن بليز. أوكي بعتذر، بس مو بإيدي. تعرف شو بحبه بشيما؟ إحساسها واضح بشغلة، الألوان، الشخصيات اللي بتنقيها، كيف في هارموني بين الألوان والإحساس، خاصة لما بتعمل بورتريتس. شو حلو حدا يقدر يعبر عن مشاعره بهالطريقة، لوحات لحالها بتحكي. بس أكيد بدهم حدا مثلك يسمع لحتى تخبرنا شو عم تحكي، صح؟ شفت اللوحة شو حلوة؟ لا لسه.